sahabat sahabat itu kan jumlah itu huru huru anul bernya dum orang cak ngau cak enak prima ban cak ngau cak enak macam kau ya salam assalamualaikum sudah kau baik nari sini kok paham kan apa itu macam mana apa ada boleh cak ngau cak assalamualaikum pokoknya assalamualaikum itu marun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلِينَ قَالُوا سَلَامًا malah boleh dekat cerita di sebelah itu ahli rapat gitu ahli rapat ngebodoh mau orang ngecaca di kami ngecaca setempat yang kuntum Allah al-Fatiha lekit sudah selesai rapat dia itu biasanya mau bodoh rapat itu al-Fatiha mari bon itu mah gudar ke caca cemacem desa al-fatihah ke desa orang kira buka kita tutup al-fatihah itu dosa kalau yang mangan terus tutup keliru kenderna ngelirno sekole keliru kehoan kehoan itu berubah gondol apa semuanya meskipun kalau bersama rambutan kohan ini kan namun lalu kemauan weh tapi kemauan ya ono uang sing rasanya dikru wafilin apa mana jiloknya terang-terangan utawa mati rakat sing larak no api sampai cukup kolim salama kembali nari assalamualaikum tapi kita itu gila mau wohon doa ikut tapi yang mulia cepat assalamualaikum artinya kalau selamat ya guys perkara-perkara ya guys muka-muka selamat tadi muka-muka selamat paham ya itu jelas ya maksudnya itu belum tersusah ocek-ocek dirawan ya ocek-ocek dimasang ya betul selamat bersama itu paham ya dan teman-teman awan agar keluar dan keluar saat menikah Allah kita dari akan wawasan tuntun ya Allah Huzari keterangan kula menawarkan keterangan kula sing keliru ini panjang aku nyimpang aku nyimpang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نجاحا. الفادحة. 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 إذا حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إذا حضر سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيد الشيخ بحام محمد الوجاري وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. 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 إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ عبد الحميد محمد الوزاري وسيد الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. 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 إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ حامد محمد العلاني سيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. الفادحة. الفادحة.
الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ حميد محمد الغزالي وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. 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 لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ حامد محمد الغزالي وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. 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 لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ حامد محمد الغزالي وسيدي الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم لهم الفادحة. الفادحة. الفادحة.
الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. الفادحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل بيته وسلم. اللهم اني اسالك بحق الفاتحه المعظمه والسبع المثاني ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معاملتك لاهل الخير وان تحفظنا في اديانا وانفسنا واولادنا واهلنا واصحابنا واحبابنا وجماعتنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضير. انك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض وفي الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يحبون شيئا من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظها العلي العظيم. والله خير حافظ والله ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحق جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله العليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العدل جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله البطيء جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله البديد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المدين جل جلاله الغني جل جلاله الحميد جل جلاله المقصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجب جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الاحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقدر جل جلاله المقدر جل جلاله
الواخر جل جلاله، الاول جل جلاله، الاخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله، المنتقم جل جلاله، العفو جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والاكرام جل جلاله، المقتدر جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حضر الجميل الأنبياء المرسلين وللعظم الرسل وجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام الفادحة. 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 اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه على أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة الشفيعين سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه خصوصا آل بيت المهاجرين وأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه وأشهد أن لا إله إلا الله الصالح المصلح النبي فينا جديدنا جدادنا أبائنا أمهاتنا واللاحقون علينا وغفر الله لنا لهم الفادحة. 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 ثم إلى حضرة بحر الشفاعة سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الفادحة. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. Allah 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 Allah
العزيز الله 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 العزيز سبحان الأولياء الأول سيد الشباب أهل الجنة سيد وخير البرية أبي محمد سيدنا الحسن بن علي أبي طالب وأخي الشهيد سيدنا الحسين ووالدينا سيدنا علي بن أبي طالب وأمنا سيدتنا فاطمة الزهراء الزتون رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم راحوا سيد الشيوع الدين ابي محمد سلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بن ابي صالح المسجن قدوسه سيد الشيخ علي محمد باء الدين النكشبندي وسيد الشيخ ابي حامد محمد الغزالي واخوه الصغير سيد الشيخ احمد الغزالي وسيد الشيخ ابي بكر الشبري وسيد الشيخ قد الغوث الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنهم يوم الفاتحه. ثم رحل سيد الشيخ أبي أزيد طيفور بن عيسى البسطاني سيد الشيخ محمد بن حسن الحنفي سيد الشيخ إسماعيل النبراني سيد الشيخ أبي جلالدين السيوطي سيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. ثم رحل سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الشيخ علي نور الدين الشوني سيد الشيخ العباس احمد بن علي البوني وسيد الشيخ ابراهيم بن ادهم وسيد الشيخ ابراهيم الدسوقي رضي الله عنهم لهم الفاتحه. ثم رحل سيد الشيخ ابو العباس ابي الدين احمد بن عمر الانصاري المرسي سيد الشيخ ابي سعيد عبد الكريم ابو سيد الشيخ ابو الحسن البكري وسيد الشيخ عبد الله محمد اسماعيل البخاري وسيد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المغزالي الفناني وسيد الشيخ تقي الدين بن عطاء الله السكندري رضي الله عنهم يوم الفاتحه. ثم رحلوا الى الائمه الاربعه المجتهدين اصحاب مذهب الاربعه
مخزوم سيدي الشيخ محمد بن ادريس الشافعي وسيدي الشيخ بحسن عمر السهروردي وسيدي الشيخ بن مجن وسيدي الشيخ بن مالك الاندلسي وسيدي الشيخ بن زكا بن عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وسيدي الشيخ محي الدين بن العربي وسيدي الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنهم لهم الفاتحة. صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد الله اكبر.
عبد السلام ابن بشيش وسيدي الشيخ الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي وسيدي الشيخ ابن محمد معروف الكرخي وسيدي الشيخ الحسن السري السقطي وسيدي الشيخ الخاسم الامام الجنيد البغدادي وسيدي الشيخ العباس احمد البدوي وسيدي الشيخ احمد بن عبد الحسين الرفاعي وسيدي الشيخ عبد الله النعمان وجو عنهم لوم الفادحه. ثم رحل سيد الشيخ من الحسن بن ابي الحسن بن سعيد البصري وسيدتي رابعه العادليه سيدتي العبيده بن ابي كلاب رجوا عنهم لهم الفادحه. سيدي الشيخ عبد الزين ودي سليمان الداراني سيدي الشيخ عبد الله الحارث بن اسد المحاسن سيدي الشيخ ابو الكريم من النصر سيدي الشيخ زكريا حيم عبد الرازي سيدي الشيخ صالح عبد القصار النسابوري سيدي الشيخ حسين بن منصور الحلاج سيدي الشيخ جلال الدين الرومي سيدي الشيخ حسين شرف الدين عمر بن خالد الحال النصري رضي الله عنهم لهم الفادحه. قال باقي جميع الاخوان ذاكرين بذكر الغافلين الذاكرات الاحياء منهم والاموات تغمدهم الله بنعم برحمة الرفعة من الله ورضوان الفادحة. الفادحة. ثم لحضرة الأحياء لما جن الصالحين الأولى رجال الله العارفين ولم العالمين جميع الأولياء في جاوى ومدورة وبالرخص جميع سنن ولسان أجمعين وسائر السادات الصوفية المحققين أين مكان مشارق الأرض إلى مواردها موك موك قول بنجنان فقولوما سار شيخ عبد القادر جيلاني سار إمام غزالي سار حبيب عبد الله بن علي الحداد ومن هورو كورو قول بنجنان هورو
nang bamba kula panjenengan muka-muka polong akhir tetap mulai itunya sampai akhirat inna Allah ma'una iyahum wa yahdina bi hidayatihim muka-muka oleh hidayat wa yahdina bi himayatihim muka-muka oleh perlindungan dari Allah wa imidina bi madadihim muka-muka oleh pertolongan kekuatan rohani dan kekuatan secara zahir dari Allah wa a'udhu ilayna barakatihim asrarihim anwarihim ulumin fiddarain muka-muka oleh doa para wali muka-muka oleh berkata doa dan apa mestunya para wali-wali setuju sehidupnya al-akhaw ila hadratin nabi Muhammad rahmatullahi wa sallam alamin asrul salih lahumul fatiha. الفاتحة. الفاتحة. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معبود الا الله لا مقصود الا الله لا مطلوب الا الله لا مرجو الا الله. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل آل من الأهوال مبتعي قال يا صالح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صاحب البرجة رضي الله عن الفاتحة. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه وكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق بمركبه البسات وعلى اله وصحبه وسلم. واجري 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 لطفك الخفيه في اموري وفي امور المسلمين يا رب العالمين. بسم الله رضي الله عن الله وصلت على الله واعتصمت بالله هو تمرير الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والإحن. وخصوصا حضرة النبي المصطفى محمد النداء صلى الله عليه وسلم. ثم لحضرة صاحب الدعاء الشعري سيد العلماء الحضري الحبيب احمد بن عمر بن سميد ومجيدي السيد الشيخ ابو شهيد الصديق وناشره سيد الشيخ عبد الحميد بن عبد الله فاسود. يا سلام يا سلام
itu pertama kali untuk teman-teman. Itu namun Kusmi katung-katung itu adik Mirino untuk takut. Iku apa disebut karena Ahmad Siti. Anda sebuah orang berkena. Sebelum itu lalu disebut kata baru. Semulis aku. Sebelum semgawi itu khusus. Ngomong beranau kata baru. Awam April April Jangan lupa untuk berlangganan.